تزاوجت حرارة كندا هذه الأيام مع حرارة الحنين والشوق لأجواء رمضان في الوطن الأم، فكندا التي لا تكاد تخلو مدينة أو جامعة أو مخبرا متميزا بها إلا وتجد أسماء عربية لها وزنها الخاص بكل ربوع العالم. كاميرا فرانس 24 حطت بهذا البلد لتقف على حقيقة أجواء هذا الشهر الكريم رمضان مع أبنائنا بمدينة مونتريال، وتابعنا الطالبة سليمة وكيف تقضي أيام رمضان في ديار الغربة. نجول سورتو لي ماغازان الجزائريين باسكو نلقاو تو لي برودوي الجزائريين فاتي سون ديسپونيبل هنايا. من بعد نروحو نحضروا الاكل تاعنا. الطلبة كان اكثر اللي يجوا، اكثر كان بزاف اللي يجوا، ما يكون في ليكام يقرا في ليكام ولا في لونيفرسيتي دو مونريال ولا حاجه، كان ميم في شيربروك يطلعوا حتى لا كي ان بو تري ديفيسيل، ما يقدرش يروح يقرا ومن بعد يولي لدار يلقى يماه وباباه باش بابا يماه طيب له ولا حاجه ولا باباه يقضي له، ما كانش. الزائر للاحياء الجامعيه بكندا سيقف حقا مجدوها امام صور التضامن والاخوه بين ابناء وبنات الجاليه العربيه. ورغم كثافة النشاطات العلمية والدروس التطبيقية، إلا أن هذه الطالبة تجد في هذا الشهر فرصة لإضفاء طابع رمضان. C'est plus difficile en semaine, mais on peut s'organiser chaque semaine. Donc une fois par semaine, on peut faire des plats comme on a fait ce soir. C'est les moyens, le temps, les études aussi. Souvent, on tlaqaw ensemble pour faire l'ambiance familiale parce que c'est difficile de vivre seul ici. Puis on peut pas, même si on prépare les plats, on peut pas passer vraiment le mois de Ramadan seul parce que c'est l'ambiance qui manque. Christina al-Kanadiya, التي اعتنقت الإسلام مؤخرا، لم تفوت هذه الفرصة لتشرك صورية وسليمة تناول وجبة الإفطار جماعة. Le Ramadan, je trouve que c'est l'occasion parfaite de partager avec l'autre, de connaître l'autre. C'est génial, toutes les gens sont ensemble, ils partagent. On se connaît pas les uns les autres, mais on jase, on initie la conversation. C'est l'ambiance de partage et d'amour.